بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم يوم مبروك بإذن الله تعالى بحضوركم جميعا، وأشكركم بالحضور، وأشكر الأخ الأستاذ خالد يوسف والأخ الأستاذ خالد أبو بكر والجميع. ما أبتدي مثل معالي الوزير، لأن في حساب بيني وبين وزير السياحة فيما بعد بنتحدث فيها. مبدأ الحقيقة نحن ربحنا الأستاذ خالد يوسف ربح، هذا الرجل الفاضل اللي هو من أهم الناس الحقيقة في موضوع الفن والثقافة والفكر، وأتمنى بإذن الله نتعاون ونكون نتائج طيبة إن شاء الله. استثماري أنا أو دعمي لموضوع الإنتاج السينمائي ليس من موضوع أن أتوقع مردود منه أو أتوقع أن الواحد يغتنم وراه، بس يجب أن محبة في مصر وشعب مصر وأرض مصر، قلت يجب علينا أن نرفع شوية ونشكر الفنانين والفنانات المصريين الموجودين في الحقل الآن. هذا شيء الحقيقي يفرحنا ويرفع راسنا، ورحمة الله على الماضين اللي هم كانوا مسهلين، وكان شيء يفرح ويرفع الراس من بين الفن العالمي في الزمن الماضي. بس قلنا يجب علينا أن ندعم الشباب والشابات والجدد، على أساس أن نحن ندعم الجامعات والمدارس في كل العلوم، وهذا شيء ثقافة، والثقافة لا تعني أني أنا فقط أقرأ كتاب، بس هناك الثقافة الموضوع الأفلام وكتابة السيناريو وإلى آخره والإخراج. هذا الشيء الحقيقة قلت أنا يجب علينا أن ما نشوف نتحرك في عالمنا العربي، فتبرعت من نفسي أنا أني أوقف مع الأستاذ خالد يوسف أن نعمل هذا وندعم هذا، وأنا حاضر لأني عندي ثقة كبيرة في خالد يوسف أن بإذن الله أن ينتج الأفلام الممتازة والراقية اللي ترفع من مستوى سمعتنا العربية والإسلامية في العالم كله، ولا نطلع مستويات ضعيفة مع الأسف الشديد. نبغي أن نكون في مستوى الأفلام العالمية، وأنا عندي ثقة كبيرة في خالد يوسف أن بيوصل إلى هذا المستوى، لأن سمعته ومعروف فنيا. وإن شاء الله نبتدي بسرعة، وحين بإيده المفتاح بيد خالد، ونحن وراه وخالد أبو بكر وياه. وإن شاء الله أن وفقنا جميعا ونتوفق في الأمور بإذن الله تعالى، والسلام عليكم وشكرا.